كالعادة مشاهدينا بنبدأ مع حضراتكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها عقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع أمس مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من المسؤولين لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في توشكا. ووجه سيادته باستكمال كل العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في توشكا والاعتماد على الوسائل الزراعية اللي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة. لسه مستمرين في عرض أخبار مؤسسة الرئاسة، لأن زي ما قلنا لحضراتكم امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، وقال سيادته إن الجائزة دي بتعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، تلك الرسالة اللي بتقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وإنهم قادرون باختلاف. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص والتي أهدت السيد الرئيس جائزتها الدولية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس تسلم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديراً لما يقدمه سيادته من دعم لهم. وقد قام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولي بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم السيد الرئيس الجائزة صباحاً بقصر الاتحادية. من جانبه أكد السيد الرئيس على الامتنان لمنح سيادته الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي والتي تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، تلك الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات. الاجتماع تناول متابعة السيد الرئيس لمستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في منطقة توشكا بجنوب الوادي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية. وقد اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية، موجها سيادته باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في منطقة توشكا والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة، فضلا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية سعيا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية بما يساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل. أيضا أجرى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصال هاتفي مع شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، وأعرب سيادته عن خالص التعازي إلى حكومة وشعب باكستان في ضحايا الفيضانات، وأكد تخصيص مصر مساعدات إنسانية لباكستان للمساهمة في جهود تخفيف أثار هذه الأزمة اللي بيواجهها الشعب الباكستاني. طيب من مؤسسة الرئاسة خلونا نروح لتفاصيل الأخبار المتنوعة اللي بتحصل في جمهورية مصر العربية، اللي يمكن أهمها استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتقرير. التقرير ده حول
مشاركة وزارة الثقافة في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وكمان عندنا خبر من الأخبار الهامة جدا، وهو نفي الحكومة للشائعات اللي ترددت بخصوص وجود نقص في الأرز والسكر بالأسواق. يمكن هنا تحديدا هنتكلم إن الخبر ده ظهر بعد التسعيرة الجبرية اللي فرضتها الحكومة في يوم 8 سبتمبر وأعلنتها في الجريدة الرسمية، واللي وصل سعر الرز المباع اللي هو ما يتعداش ال 15 جنيه. فطبيعي جدا إن تطلع الشائعات دي يعني. خلونا نروح كمان لأخبار تانية، إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد تنفيذ مشروعات مراكز القيادة التعبوي التكتيكي جاسر 132 اللي بتنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوي. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقرير حول مشاركة وزارة الثقافة في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظات الأليوبية، الجيزة، أسيوط، الشرقية والأقصر. وده خلال الفترة من 24 يوليو ولحد 24 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء قال إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتعكس اهتمام الدولة بقيمة الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة للدولة. علشان كده اهتمت الدولة ببناء مختلف شرائح المجتمع على كافة المستويات. كمان امبارح نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات اللي ترددت حول وجود نقص في الأرز والسكر بالأسواق، وأكد المركز توافر كل السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز والسكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً في كل الأسواق بمحافظات الجمهورية. وقال كمان إنه عندنا مخزون استراتيجي من السكر بيكفي الاستهلاك المحلي 6.5 شهور، ومخزون استراتيجي من الأرز بيكفي أكتر من 3 شهور. امبارح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار نشر تقرير لمنظمة أوكسفام الدولية بعنوان إصلاح نظامنا الغذائي. التقرير بيوضح أن النظام الغذائي العالمي أصبح أكثر هشاشة بسبب تغير المناخ والتحديات الاقتصادية وجائحة كوفيد-19. امبارح برضو المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي جاسر 132 واللي بتنفذه إحدى وحدات قوات الدفاع الجوي، وده في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي والمهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع. زي ما تابعنا مع حضراتكم يعني أخبار كتير جدا يمكن حصلت امبارح، لكن من أهمها واللي استوقفني الحقيقة هو متابعة الدكتور مصطفى مدبولي لمشاركة وزارة الثقافة في مشروعات مبادرة حياة كريمة. وإحنا بنتكلم عن حياة كريمة، صحيح أنه في تحسين للمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، من أول تحسين المرافق، الصرف الصحي والطرق وما إلى ذلك، حتى المستشفيات، المدارس، حاجات تانية كتير. لكن الجانب الثقافي دي نقطة مهمة جدا. ليه نقطة مهمة جدا؟ لأن احنا بنتكلم ان استراتيجية الدولة المصرية الحقيقة اللي الدولة بتتبناها دلوقتي هي بناء الإنسان، مش فكرة ان انا اقدم خدمات فقط للمواطن. انا عايز يكون عندي مواطن واعي ومثقف وعارف ايه اللي بيحصل حواليه، عنده الحس الفني عالي، قادر ان هو يقرا وقادر ان هو يتذوق مره تانية الفن. للاسف يمكن على مدار سنين كتير عدت وارث مش بسيط ابدا وصعب جدا، وخاصه لو هنتكلم على لو يعني حصل عندنا بعد شويه عن الثقافه، دي مشكله على فكره كبيره، دي مش حاجه سهله. احنا يمكن طول عمرنا بنقول المصريين ذواقة، المصريين مثقفين، المصريين حتى لو ما بيعرفش يقرأ ويكتب دايما بيفهم في الفن، دايما بيتذوقه. الثقافة مش مجرد رفاهية، ان انا يكون عندي انسان مثقف ده يفرق في وعيه، يفرق في فهمه، يفرق في تصرفاته، يفرق في حاجات كتير جدا. فيمكن فكرة مشاركة وزارة الثقافة في مبادرة حياة كريمة دي نقطة مهمة جدا ومحورية في فكرة بناء الإنسان يا بالصبع. صحيح يا جمانة، ويمكن لو هنتكلم على
على حياة كريمة. حياة كريمة مش بس خدمات زي ما قلتي، مش بس ثقافة، مش بس يعني بتوفري حياة كريمة من خلال الارتقاء بالتعليم، الارتقاء بالصحة، هي حياة كريمة فيها نوع من أنواع التكامل، فن، الثقافة، التعليم، الصحة، الخدمات، توفير السلع الغذائية أيضا. فلو نتكلم على السلع الغذائية، يمكن من أهم الأخبار اللي كانت موجودة كمان معنا هو الخبر الخاص بنفي الحكومة للشائعة اللي بتقول إن مفيش رز وسكر متوافر في الأسواق. وفي الحقيقة الواحد بيستغرب جدا لما يلاقي خبر من الأخبار دي في ظل مصانع بتقام، يمكن في مصنع من المصانع الكبيرة جدا في الصعيد اللي بيتم أو هيتم افتتاحه قريبا، وأعلى عنه السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، خاص بالسكر، وقلنا اللي احنا عندنا اكتفاء ذاتي من السكر. ويمكن نفي الحكومة للخبر ده تحديدا كمان قالت اللي احنا عندنا اكتفاء ذاتي في السكر 6 شهور، وفي الأرز أكتر من 3 شهور. لكن تعالوا نشوف تفاصيل القصة ليه الخبر ده طلع النهاردة. بالمناسبة مش لازم اللي انت علشان يعني تروج شائعة تكون بس من قوى الشر، أحيانا الدولة العميقة كمان بيكون ليها دور، لأن في ظل الغلاء وفي ظل ارتفاع الأسعار وحرصا من الدولة علشان توفر حياة كريمة للمواطن المصري في سلعة غذائية، احنا بنتكلم على سكر ورز من السلع الغذائية الاستراتيجية الأساسية اللي لازمة لحياة المواطن المصري. فكان في يوم 8 سبتمبر بنتكلم فيه من 22 يوم تقريبا قرار من الحكومة. القرار ده نشر في الجريدة الرسمية بيقول تسعيرة جبرية لأسعار الأرز تحديدا، وبنتكلم فيه 15 جنيه ما يزيدش عنها الأرز المعبأ، والرز السايب بنتكلم من 10 ل 12 جنيه يكون موجود في الأسواق. فأنت لما بتعمل رقابة وبتلزم التاجر إن هو يكون ليه هامش ربح بسيط في ظل ارتفاع الأسعار اللي موجود عالميا، فلازم يبقى فيه نوع من أنواع اللي هو ايه الضربه العكسيه او الاتجاه العكسي، ان في بعض التجار لا انا هقفل على السلعه دي علشان خاطر مش هبيع بالسعر ده، فيبتدي يكون في نقص شويه. لكن السلعه موجوده في مصر وعندنا منها مخزون استراتيجي كافي، فدي رساله طمانه هامه جدا اعتقد جمانه من الدوله للمواطن، وما تستغلوش او التجار اللي بيبقوا جشعين الى حد ما، احنا لازم ان احنا ما نخضعش الجشع طبعاً عشان نقدر نحارب ده، خاصه وانت عندك البدائل. يعني صحيح. احنا الدولة كمان موفرة اماكن تانية وبدائل ممكن ان احنا نقدر ان احنا نحصل منها على السلع التموينية، واعتقد انه يمكن الناس ما بقتش بتنساق قوي وراء الانواع دي من الشائعات، تحديدا فكرة نقص السلع. صحيح. وما الى ذلك، ما بقيناش بننساق بالظبط. يعني احنا بننزل الشارع، يعني احنا بننزل الشارع بنجر بنروح بنشوف بنفسنا، فيعني مش محتاجة حتى ان احنا نقول ان احنا ننشر الكلمة زي ما بيقولوا او ننشر الشائعة، لانه منتهى البساطة هننزل تحت لأقرب إن كان سوبر ماركت، بقال، مراكز تموينية، أي مكان هنلاقي السلع متوفرة. فيمكن يعني الشائعات دي أعتقد خلاص بقى، يعني النوع ده تحديدا كمان من الشائعات أعتقد إن إحنا يعني بقينا معتادين عليه وبقى كمان بيضحكنا. صحيح ممكن يكون في شوية ارتفاع في الأسعار أو لكن ده اللي حاصل في كل العالم، أزمات كتير جدا مرت على العالم، فده يمكن احنا بنتكلم عن احنا في تضخم مستورد مش بس في مصر. صحيح. وبالعكس يمكن بره كمان فعلا السلع ناقصة، مش بس السلع ناقصة ده هي كمان مقننة، يعني ما يقدرش واحد يروح يشتري مثلا 5 أكياس رز مثلا، 5 كيلو رز زيت. مثلا على سبيل المثال الزيت ما يقدرش يعمل ده مقننة، لأنه بالفعل في أزمة عالمية. لكن احنا بالنسبة لنا الحمد لله السلع موجودة والحمد لله متوفرة، والحمد لله نقدر كمان ننزل نجرب. صح. ونشوف بنفسنا. على أي حال خلينا نروح مع حضراتكم لجولة المحافظات. الحقيقة معنا كمان مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها إطلاق 11 قافلة تموية شاملة لجامعة قناة السويس ضمن مبادرة حياة كريمة، أيضا مد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ل 56 مدرسة في سوهاج، وافتتاح ملتقى توظيفي في البحيرة، وأخبار تانية كتير أنا رافعة مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، منها إعلان الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إن الجامعة بتستعد لتوجيه 11 قافلة شاملة وتنموية إلى القرى الأكثر احتياجاً بالإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، وده هيكون في الفترة من 3 أكتوبر لحد 26 ديسمبر.
في سوهاج أعلن المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة الانتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ل 56 مدرسة بتكلفة حوالي 702 مليون جنيه، وده في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد. في الدقهلية افتتح المحافظ الدكتور أيمن مختار عدد من المدارس بمركز المنزلة بتكلفة 15 مليون جنيه، وده بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية. في الغربية نفذت مديرية الطب البيطري بالمحافظة قافلة بيطرية مجانية بقرية شبرا باص التابعة لمركز قطور. فعاليات القافلة تضمنت الكشف وتقديم العلاج ل 540 حيوان و 7600 طائر وصرف التحصينات والأدوية. في أسوان اعتمد المحافظ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لوحات مشروع تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز أسوان، واللي بيعد أول مركز على مستوى الجمهورية بينجح في إنهاء إجراءات تدقيق وتوقيع بيانات التقسيم الإداري لكل القرى والتوابع ليه. في الأقصر حلقت 19 رحلة بالون طائر على متنها حوالي 380 سائح مصري وأجنبي من حول العالم، وبتعتبر الأقصر في المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر. في البحيرة تم افتتاح الملتقى التوظيفي اشتغل فني، واللي بتنظمه المحافظة بالتنسيق مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والمهني الأوروبي في مصر.